اللي جايب منك هنا يا مصيبة؟ ومن متى انت هنا؟ من عند الو عايدة. عايدة؟ اي عايدة؟ واي خرابيط هذه؟ قصد انت قصد خرف ولا ايش؟ انا ما خرف، انا اصاحي قدامك صاحي، ما فيني شيء. وبعدين من سمح لك تدخل مكتبي بدون استئذان؟ انت ايش تريد بالضبط؟ قولي.
انا جاي الله يسلمك يا استاذ، اقول لك انت نزلت الارشيف، قلت يمكن محتاج لي في مذكره، في رساله تبييض، حاجه يعني. احنا ناخذ بس يا استاذ ناخذ. لا والله، لا 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 لا، باين عليك الخير يا جماعه. استاذ سلمان، حرام عليك، حرام عليك تظلم زوجتك وبنتك على الفاضي، حرام يا استاذ، حرام. بس 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 بس، الحين عرفت لعيبك. وانا اقول هذا الانسان ليش جاي مكتب متسحب؟ علشان تروح تبلغ موزه، ما كذاك يا جموعه؟ لا طبعا ما كذاك، انا بس احب اخدم يعني، انا ما فتان، انا احب الخير لك ولاسرتك يعني. اخ اخ منك يا سوس اخ، والله العظيم لو عندي السلطه كان باب الشركه هذه ما دخلته ابدا، لكن مع الاسف. والله سالفة، تفعل خير تلقى شر. ايوه ايوه اي 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 مثل الحين دور الطيب يا جموع، لكن ما علي انا مفتح عيوني عليك زين يا جمعوه، والالاعيب هذه بس خلاص بسك منها، فاهم منك زين وعارف منك زين. ما علي انا جماعه. مع السلامة. قف تعال. ايش فيه؟ المذكرة هذه بيضها باسلوبك السخيف، تفضل. روح. روح. أنا هذا الإنسان لازم أتخلص منه في يوم من الأيام. أوه، لكن هو كيف دخل مكتبي من غير أنا ما أحس؟ هنا عاد المشكلة. الملف يحفر، خليه هناك يغيب، يكون يرم يتسن هناك ويقطع. شركة مال ابويا. ان شاء الله تكون مبسوط وسعيد في مكانك الطبيعي يا جماعه. حاسب حاسب يا بني ادم، هذه مصالح ناس. حاسب انا ماني عارف كيف كنت موجود في هالمكتب هذا وهالمكان المناسب كنت موظفني، ماني عارف كيف. ايش قصدك يعني؟ ايش قصدك؟ ايش قصدي يعني؟ شوف اوساخة، كلها اوساخ، هذه اوساخ، هذه بعد يوم ما دخلت انت القسم كلها اوساخ. بعد عني هذا الاوساخ وهذا التراب، بعد عني، هلكني الله يهلكك. ما انت المسؤول؟ ما انت المسؤول عن هذا التراب وهالقاذورات والاوساخ؟ ما انت المسؤول عن الشركة وكل شيء في الشركة؟ بس سكت سكت بس، خلاص خلاص. ايش سويت بالمذكرة اللي اخذت لك بياضها مو صوت فيها؟ كيف ابيضها؟ انت ما عطتني ورقه بيضه، خذها وريحني. وين راحت بعد؟ انت بدك تمازحني جمعت مازعني؟ هذا وقت مزاح العين؟ خلاص زين خلاص، هاي مذكرتك جاهزه. هات يلا هات. تفضل. خلصنا. عظيم. كذاك زين. ناقصه نقطه. ما كذاك، تعال كذا. كذا ابويا. انا حو يا اخي، انا ابغاها كذاك. ايش رايك يعني؟ ما الومك، ثقافتك اجنبيه ترى. بس سكت، قلنا لك سكت، لا اسمعك شيء ما يرضيك، سكت. عايدة عايدة عايدو. ايش 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 تقول؟ ايش ايش قلت؟ ايش ايش اتكلم؟ قول. انا ما قلت شيء حشد. حسبتك بعد. عايدو عايدة عايدو. بس 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 بس، سمعتك سمعتك سمعتك، تقول عايدة عايدة عايدة. ايش تقصد يعني عايدة عايدة؟ مو تقصد يعني، مو قصدك. أنا قلت عايد يا ناس، أنا ما قلت عايد، أنا قلت عايد، يعني عايد عليك الأيام بالخير والسرور، وكل سنة وأنت طيب، تعمل خير، تجهز ألف حسنة من وراها يا أستاذ، نعم. أخ عليك، أخ منك، أخ منك يا سوسة، أنت؟ أنت فرعون، نعم أنت، أنت ما يجيبك شيء، لكن اسمعني قمع اسمعني. أنا إذا بغيت أسوي شيء، بسويه من غير علمك، من غير ما تشعر. من غير ما تعرف، وانا حر في اللي اسويه، مفهوم؟ فعلا هو الشيء الواضح احسن، كل شيء في النور يكون افضل احسن. اسمعني بقى، انت احسن لك تسكت وتشتغل في مكانك، لا اصنف بعد
وخليك ناطور الشركة. أقول أستاذ تتذكر لما كنت جاهدني أنت ومتنكر ومسوى عمرك راعي الشركة؟ خذ 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 مساحة دموعك مساحة دموع اسمع مساحة دموعك مساحة دموعك الله يعطيك عافية ما عاد مني هذا شق من حياتي العبد الله يسلمك. ما عليك يا سلمان ان ما قطعت فيك الشر ما اكون انا جمعه. بس هذا حرام والله حرام بعد كل هذا الخدمة والعطاء والاخلاص يكون هذا جزاء؟ شيء غم فرق ما بيننا بس هو يقدر يكتب رسائل اقصد يخلص شغلنا وهو تحت في الارشيف؟ كلامك صحيح يمكن يخلص شغلنا ونحن في المسؤول قصدي وسالم في المسؤول وهو قصدي و كلام حلو والله اي والله كلام حلو كيف يقدر يخلص شغلنا وهو في جهه ونحن في جهه؟ بس ايضا ممكن اي نعم ممكن اقول لكم هاتوا الشغل اللي معاكم هاتوا يا ناس حرام عليكم فكروا فيه كانسان كزميل فكرنا فيه وما فاد رحنا للمدير العام وطردنا ايش نسوي له اكثر من كذا قولي لي انت بعد ايش نسوي له خلاص اكلم موزة صاحبة الشركة وهي بتنصفه لا يا نجوى لا هذه شركتهم وهم احرار فيها انت لا تتدخلي ولا تورطي نفسك بمشاكل ما حد عارف ايش بيحصل بكره اليوم يزعلوا عليه بكره بيرضوا عنه ما عارفين ايش بيصير بكره بكره ومتى بكره هذا بس الصبر جميل الصبر جميل أنا ذنكم أنا ذنكم يا شباب سلم سلم علي معاك روصك روصك عليكم السلام تفضل يا أخ جمعة تفضل بس هذا ولا يهمك أنا خدام الزملاء والأخوة ولا يهمكم أصيل أصيل يا جمعة أصيل أتصدق نعم صدق أنا زعلان وايد وما راضي من اللي صار بس إيش أسوي أيه ولا تنسى لا تنسى الملف اللي خصني ها لا لا ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك اصدق فراقك انت فراقك انت اثر فينا وايد اثر فينا كلنا ولا تنسى رساله سعيد لا لا توصي حريصه على توصي حريصه بعد وساعه ما رفض المدير العام ساعه ما رفض انك انت ترجع معانا ونرجع اسره كما كنا زمان انا زعلت وايد ودموع عيني شهود وهذا الملف ملف المدام اللي زوجها كل يوم شبعان ضرب وما يتوب الله إيه نعم ولا يهمكم ولا يهمكم ان شاء الله ولا يهمكم بس احنا ما نسكت اي نعم ما بنسكت ابدا ما بنسكت على موضوع مثل هذا اي نعم ولا تنسى هذه المواضيع لازم كلها تكون جاهزه باكر ومن اول الصبح لا حاضر حاضر ان شاء الله حاضر حرام حرام والله حرام ايش هو من مدير عام الى موظف في الارشيف موظف كفو مثلك يرمى كذا في الارشيف يا اخ حسا دوام الحال من المحال ايش عنده سلمان هذا؟ ايش عنده احسن منك؟ سلمان هذا ما عنده مؤهلات، كل مؤهلاته انه زوج المدام، زين؟ وانه ماشي شغل وما يفهم شيء البر. حسان حسان خليني اشفي غليلي، خليني اتكلم ارجوك لا تسكتني. ما يحتاج يا حسان ما يحتاج انت ما يحتاج. ما يحتاج يحتاج ويحتاج ويحتاج ونص بعد الحق لازم يقال نعم مهما كان الثمن اي نعم كفايه يا حسان كفايه 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 خليني بس اشوفه اني اقول له انك انت احسن مدير عام نعم احسن مدير عام في الشركه وانك انت مثال للرجل الكفو والنعم والسبعه نعم بعد اي نعم ايش كنت تقول يا حسون؟ استاذ مدير عام يعني انا كنت اقول ان الانسان خطاء وسلة لسان والمسامح كريم انا كنت جالس افهم الاخ جمعه بس يعني اي نعم وبعدين انك انت رجل والرجال قليل استاذ سلمان انا استاذن انا عندي شغل اي نعم مع السلامه حسابك بعدين يا حسون ما عليك وانت قول لي هذا ايش كان يسوي معك؟ انا ما صدقت اني افصلكم عن بعض، مو قاعد يسوي معك هذا. يا استاذ انا مالي شغل، يعني انت ما شايف غيري انا يعني، ولا حنيت الارشيف كيف يعني؟ اسمع يا جموع، انا ما جاي هنا علشان سواد وجهك، لا، انا جاي هنا علشان احقق معك. احقق معاي؟ ليش؟ انا ايش مسوي؟ خير ان شاء الله؟ بس من غير ليش، هذا حق من حقوقي. حق من حقوقك؟ يا ريت يكون الحق في وضع الحقيقي بس. اسمع يا جموع من اليوم ورايح تلاعب في الشغل ما شيء
كله تحقيق وجزاءات وما في بعد ترقيات. ترقيات لا تحلم بها، وخاصة أنت علشان طل طول حياتك في هذا المكان لحد ما يفرجها الله. إيش قلت؟ الله وكيلك يا أستاذ سلمى، أنت إيش حاقد علي؟ ليش اللي بيني وبينك؟ إذا كان أبوي مدير عام تراك صرت مدير عام ورجعت مثل الأول، إيش تبغي بعد؟ أنا بحس النية يعني خبرت المدام إنك بتزوج، كان ما عندي خبر بسوالفك اللي تسويها. وبعدين إذا كان تبغيني أستقيل من الشركة أنا بستقيل بدل هالجزاءات هاي اللي تسويها علي. لا لا لا، وإذا تبغيني بعد خليني أستقيل، خليني أرتاح وأنت ترتاح. لا 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 لا، استقالة لا، تفنيش أهلا وسهلا، علشان تطلع منها بمصيبة وتعيش في حسرتك وندامتك يا جموع. باي باي. أي ندامة وأي حسرة، أريد تأخذهم معاك يمكن تحتاج لهم بعد. بني آدم عجول دائما، غريبة الواحد يسوي خير وما شي فائدة، لكن هذا الإنسان إذا بدأ يلاعبني فأنا لازم ألاعبه. نعم، وبنشوف من بيضحك في الآخر. مساك الله بالخير عمي صالح. عمي صالح، عمي صالح، متى زيت منك بايخه طالع منك عمي صالح. عمي صالح انت ايش فيك؟ ليش تصدني؟ ليش تصدني يا عمي صالح؟ يا انت ايش فيك؟ ايش فيك انت وبعدك كررت يا عمي صالح؟ ايش فيك؟ الصبح كل ما تشوفني صبحك الله بالخير عمي صالح، في المساء مساك الله بالخير عمي صالح. تأذيتني أنا في البيت الكلمة هذه ما اسمعها مثل الناس. يا عمي يا عمي، اللي ما يعرفك ما يثمنك عمي صالح. أنا كم مرة قلت لك؟ 20 مرة، كثرة السلام تقلل المعرفة. عمي صالح إيش رأيك أصلح لك سيارتك؟ ألمعها وزكرتها. والله يا عمي صالح، طلع عمي صالح عندي هرم جديد صوته حلو كذا، أجيب لك إياه عمي صالح. موجود موجود، أجيب لك إياه. أنا أقبل هدية منك؟ ليش؟ تعرفني؟ أعرفك بيني وبينك شيء؟ أفا يا عمي صالح، كيف كيف؟ إحنا أخوة وجيران ولاد حارة واحدة الله يبارك فيك. اسمع، أنا هدايا ما أقبل من حد هدايا أبداً، وياني وياك تقرب عن سيارتي ولا تسوي فيها شيء يا ميكانيكي البلاوي. وخر لا أرنك الحين، هز عليك. وآخرتها معاك بس يا عمي صالح، كل يوم تفشلني يا ناس. والله العظيم قصدي شريف، قصدي شريف يا ناس، ايش اسوي؟ لا 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 لا، ابدا ما يسوي ولا يصير، انا ما موافق على هالفكره ابدا. ما في، يمكن الرجال قصده شريف يا صالح. انت قنيت يا مريم، رجال قصده شريف يا صالح؟ لا، انا صالح ابو نبهان ازوج بنتي من حمد الكحيان؟ لا، والف لا نعم لا والف لا. بعدين سمعي، اصلا هذا إذا جاء وتقرى ولا فاتحني في هذا الموضوع مرة ثانية إلا حش راسه حج، وبيكون آخر يوم في عمره. نعم، ها ها، يكون آخر يوم في عمره. أيوة، كنا عاد الروح في دينك أنت. استغفر الله العظيم. بعدين هو أحسن من أحسن من ذا، أحسن من ولا غيره. يلا روحي بالغداء، يلا يا وعنن تحركي. زين حاضر، ليش تصرخ كذا؟ بعدين توبه يوصل تلقى مرة ضابط الساعة على الأكل. حياه الله على الرحب والسعة، ايش فيها يعني؟ خليه يوصل. كيف؟ طب احنا ايش قلنا؟ ايه صح. زين يلا بس تفقين، روحي زهدي الغداء وعان. يلا زين تتغدى وتنام، فاهم؟ زين، لكن اذا وصل عاد هاو تنسى كما اتفقنا. زين قلنا لك زين، يلا روحي زهبي الغداء. زين لا تصرخ. ان شاء الله زين، روحي. اقول لك لا تصرخ. هي والله روحي. تكبك اما بلوها الحرمه يا ناس، يوعان والله يوعان.
في غير جمعة اللي يمكن يساعدني، بس يا رب يا رب يوافقوا. أنا أعرف جمعة لو كنا مع عمي صالح، الله كريم. بس أهلا أهلا أستاذ جمعة. أهلا، كيف الحال؟ الحمد لله. السيارة إن شاء الله معك ماشية زين يعني؟ لا وين وين إحنا وين الحين؟ أول وين والحين وين؟ أول كنت أجفرها شوية وأركب شوية، لكن الحين تمام. ولا يهمك، بصلح لك إياها وأخليك ما تجفرها، بس أنت تجبرني عاد. ولا يهمك. لا يا جمعة ما قصدي كذا. آه. قصدي تفرني لباب السعد يا أخي. ولا يهمك، بس قول لي وين هاي باب السعد؟ ما بس أدفرك أشيلك بعد وأكرب بخبك على الباب بعد، إيش تبغي بعد؟ هي بس بصراحة أنا باك موضوع مهم، وكل ما أجي أكلمك تقول لي بعدين بعدين. أنا؟ هاي أنت ولا يعني نسيت؟ لا لا ما نسيت، مع ذلك أنا تحت خدمتك، أنت تأمر بس. هي بس متى يعني؟ بعدين 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 بعدين، إلى متى بعدين بس يا ناس؟ يا ناس للصبر حدود يا ناس. غدا غدا الحين ماشي إلين يولي هذا الزفت. بس يا 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 منبهان، أنا يوعان وبطني محتاس والله يوعان، خليني أكل شوية. لا الصبر استحمل شوية معنا. يا حضرتك الموعد كما قلت لك. وتنسى شغل خلي بالك. زين زين أني معك، كيف حالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها فاطمة. أهلين. إيش مسوية في المذاكرات؟ الحمد لله، إن شاء الله هذه السنة بدخل الابتدائية. شيء عظيم. خذ خطفي خطفي تدخل. ها جمعة أهلا وسهلا. يا طبعا إحنا حنا ما عارفين مو ناديك. الحين يعني الحين نادون. إيش إيش فيكم؟ علامكم كذا كأن صاير شيء كبير. يا جمعة. نعم. ولد اخوي انت تغديت؟ صالح؟ لا عمي لا. بس خبرني كيف يعني من مدير عام الى من مدير عام، ما اعرف ايش ايش السالفه؟ والله صدقني وحدي ما عارف شيء. بس يا ولدي انت لازم تطالب بحقك. نعم يا رب صبرك يا رب. اسمع يا يمعه. نعم. هذا حقك ولازم تطالب فيه. ولد اخوي. نعم. انت تغديت؟ لا عمي. يا ولد اخوي بصراحه حالتك صعبانه علي. نعم يلا الحمد لله اللي جبنا الله كله مقبول. الله سبحانه وتعالى يا ولد اخوي قال اسعى يا عبدي وانا بسعى معاك. ما يصير ما يصير ما تطالب حقك، هذا حقك ولازم تطالب فيه، لازم تكون ثابت. يا معه. نعم. انت تغديت؟ لا يا عمي لا. اسمعني زين. انا بعرف السالفه من مدير عام عود الى موظف صغير. ايش السالفه هذه الوظائف هالايام؟ صاير بيحتاي مثل السلم الموسيقي، مره صاعده ومره نازله، مره صاعده ومره نازله. يمعه. عم صالح. عم تغديت؟ لا. قول كذا وليش مخلي زوجتك عينك تشوف كانها تبغى تبلعنا هذه بعد؟ هي ما تغدت؟ يمعه حفظ لسانك احسن لك. على اذنكم اتغدوا على راحتكم، انا عن نفسي شبعان. مع السلامه. مع السلامه. وما نبغى نشوف عاد رقعه وجهك، سمعتني؟ وان كان على فلوس هذه بو تجيبهن من ورثك احنا مستغنين عنها، ما نبغاها يا ولد ابوك. مريم مريم. ها ما عاجبنا كلامي يعني؟ لا لا انا ما قلت شيء، بس يوعان يوعان يا منبهان. يا هلا والله بالانسه نجوى، شرفت المكتب خطوه عزيزه. يا هلا والله يا هلا. لا اللي يحصل هذا كثير، والى متى بيستمر؟ انت ليش معصبه وزعلانه؟ خير؟ زعلانه عشانك، عشان انت متهاون في حق نفسك، عشان كذا الكل مستغل طيبتك، والمدير نازل فيك نزله وما تركنك في حالك. يعني انت زعلانه علشاني؟ لا يعني انا قلت يمكن هذا الوضع بيستمر اسبوع شهر شهرين، بس أشوف السالفة طولت. يا أول مرة حد يزعل علشاني. لو كنت عارف إن المسألة بتطول ويكون في حد مهتم فيني ويحس فيني ما كان عندي مانع بالوضع. أنت ليش تأخذ المسائل بمزاح؟ أنت لازم تكون فوق فوق يا جمعة. فوق كيف يعني؟ مدير عام.
لا في المكتب معانا وسط الزملاء ولازم تاخذ حقك وما تخلي حد يستغلك. يا نجوى انا كذا وقلت لك هذا الكلام كثير. انت حر. ايش يعني زعلتي؟ لا بس ما معقول انا جالسه اقول شيء من صالحك بدون فايده. طيب ايش تبيني اسوي يا نجوى؟ انت ما تسوي شيء بس انا اللي بسوي شيء اريدك انت اللي تكمله. وايش بتسوي؟ اكلم المدام موزه. اخ بس اخ كيف يصير كل هذا ومن غير ما اعرف؟ ينزل الارشيف ويظلمه وما يعطي راتبه. انا بصراحه ما كنت اريد اتكلم وجمع بنفسه ما كان يريدني اتكلم بس ما قدرت اشوف الظلم بعيني واسكت. يعني هو عامله بهذه الطريقه لانه يريد ينتقم منه وما تاركه في حاله كل يوم صراخ وتهديد وانت عارفه كيف هو مخلص في شغله. هي نجوى عارفه عارفه جمعه زين. فقلت اجي واكلمش وانا عارفه انك انسانه طيبه وما تحب الظلم. المهم اشكرك يا نجوى اشكرك جدا انك خبرتيني ولازم اتصرف معاهم زين. ارجو يا مدام موزه لا الاستاذ سلمان ولا جمعه يعرفوا اني جيت او تدخلت في الموضوع. وانت ليش خايفه يا نجوى؟ انت ما قلتي غير الصدق. عموما اشكرك انك خبرتيني بكل شيء وانا بتصرف زين لان ما معقوله تكون نهايه الاخلاص والطيبه البهذله والاهانه. جمعه طول حياته يخدم الشركه. والله لولا الملامه كان خليته يا نجوى خليت جمعه مدير عام على طول. لكن صبرك علي صبرك علي يا سلمانو. لو سمح. نعم أخوي. وين مكتب المدير العام؟ نعم المدير العام. في الماضي ولا الحاضر؟ لأن المستقبل بيد ربنا أخوي. مكتب الأستاذ سلمان مدير عام الشركة. أستاذ سلمان. نعم نعم. اسمع أخوي روح آخر الطرف هناك آخر شيء لف أكسر دينك اليسار وادخل الطوارئ وبيجبسوك هناك. الظاهر ما عجبه كلامي لكن هاي منفوخ ومتكشخ والشركة هاي ما متكشخين. بعدين دريت سلمان شو السالفة؟ عايدة حبيبتي أرشوش أرشوش لا تسكر الخط لا تسكر الخط أبغى أتفاهم معاش. أنا مستعدة أشرح لك كل شيء. عايدة أحاول ولا قوة إلا بالله سكرت الخط. إيش أسوي فيها هذا الإنسان؟ إيش أسوي؟ أدخل أدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك الأستاذ سلمان مدير الشركة؟ أي نعم أنا سلمان مدير الشركة. سلمان مدير عام الشركة. اتفضل صيح. شكرا. جاي لحضرتك في موضوع مهم جدا جدا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. بس ممكن أعرف حضرتك من أنت؟ ما مهم بعدين بتعرف من أنا. زين إيش هي الحاجة المهمة اللي جاي عشانها؟ خدمة بسيطة وكل شيء بثمنه. ثمنه؟ ايش السالفة؟ انا ما فاهم شيء. صاحب شركة المياه الغازية بمطرح مكاين تصنيع الزجاجات عنده تعطل وطبعا هذه ورطة ومطلوب كمية كبيرة. قلت له اطمئن انا عارف رجل شهم صاحب شركة مشهورة الاستاذ سلمان وكله ما اعتقد انه بيردني واطلب اللي تبي. هذا اكيد جمعة ومتنكر وجاي يعدل لي المقلب اللي عملت لي اياه. لكن ما عليك يا جماعة ما عليك. نعم يا اخوي والمطلوب 200,000 زجاجة فاضية واطلب اللي تبي المهم تكون الكمية جاهزة خلال اسبوع. وايش بعد؟ بس ولو سلي نظارة سودة وفي المكتب بعد. والله شوي عيني تعورني. باين باين. تضحك ليش؟ انا قلت شي يضحك؟ علي انا هذه الحركات؟ علي انا؟ تبيع خبزك لخباز؟ ها؟ يا جماعة إذا بغيت تسوي مقلب، سوي مقلب غير هذا،
جمعة؟ من جمعة؟ وبعدين ما فاهم شيء. أنا فهمك. لعب معي أنا هذه اللعبة السخيفة يا جماعة. لحظة، أنت وش تسوي؟ لحظة. لعبها معي أنا. لحظة، وش تسوي؟ إذا كان عندك لعبة، لعبها مع واحد في مستواك. لكن أنا لا، أنا لاعبك هذه لعبتك كلها. لحظة، أنت وش تسوي؟ لحظة. شيل النظارة. لا تشيل النظارة. وشيل اللعبة. 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 تخدعني أنا. تخدعني أنا يا جماعة. تخدع النظارة. تخدعني أنا. خب يا حرامي. ايش فيك استاذ؟ ايش فيك؟ جمعة ضرب حامي يا اخي ما يسلك. يا تتذكر سوي نفسك حرامي يا جمعة. انا ما حرامي يا استاذ. ما حرامي انا. ما حرامي. أنا جمعة. جمعة. وهذا المساكين من هذا. والله ايش عرفتني أنا؟ دخلت عليه وقلت لي ضرب وضربت معه. ايه عرفت. ومصيبتك يا سلمان يا ود أبو سلمان. باي باي أبوي. باي باي. جمعة جمعة. تعال تعال تعال. شيمك يا فيك شيمك. ايش؟ ساعدني على هذا الأخ. شيله معي شوي. خلينا نلعب من هو هذا. يلا. اخوي اخوي اسمح لي اسمح لي ما عرفتك. انت 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 من من انا انا ابوه. مع السلامه. شيما وابوك يا سلمان طحت فيه قتلت رجال. الخطا هاي عاد اودوك السجن. لا 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 هذا كثير كثير كثير. انا لازم اروح اشوف جمعه واطمن عليه. يلا مع السلامه. صالح. ها؟ ما تروح؟ ليش ما اروح؟ ما كفايه ينه مقاطعنا بسببك وصار ما حد يشوفه حتى ما يجي ياكل مسكين. ما حد يشوفه هالايام. نبغي نطمن عليه. انت مو تبغاله. انت مالك وماله. خلي لين يجوع ويقرص الجوع بيجي وحده هنا على عينه. خلي لين يجوع وبيقرص الجوع وبيجي وحده على عينه. بس هذا اللي فالحه فيه. كأنه ماشي مطاعم في البلد. وبعدين تعالي انا ما برايح على شاشي. رايح اطمن عليه. هو اولا ولد اخوي وانا مسؤول عنه. صح ابوي معه حق. خلاص وقعتي. تراش بنت ابوش ما طالع على امش. خايفين علي وين خايفين عليه. أحيده أنا رجال ما حرمه ينخاف عليه. حتى ولو كان يا مريم هو وحيد ويتيم. أنا بروح أطمن عليه. يلا مع السلامة. مع السلامة. طبعا لا. السلام عليكم عبا. زين. ايه ارتحتي تو؟ ارتحتي تو؟ ارتحتي يا تلميذة. ما أنا داخلة ذاكر. يا رب ارحمني يا رب. يا رب ارحمني وشيل عني ذا العسق يا رب. تفضل. الباب مفتوح. ادخل تفضل. مساك الله بالخير يا ولد اخوي. مساء النور يا عمي. تفضل تفضل يا عمي عشانه. تفضل. زين جيت في وقتك. عشاكم. شوربة حارة لا تنكب عليك وتحرقك يا عمي. الله يهديك. تفضل تفضل عمي. شوربة؟ انت شيء استوى لعقلك ولد اخوي ولا شيء؟ يا عمي تفضل الخير واجد ترى. نقي واختاره. ايش تبغى؟ انقي واختار؟ قدامك خروف لحم طري مذبوح مقص البلدية الذبح بريال لا غير. ولا تتردد. تفضل. وين الخروف؟ وينه؟ ما اشوف شي خروف. <تصفيق
ايش هذا؟ فوطه عشان لا توسخ ملابسك وانت تاكل. لحظه. وش هذا؟ هاي نص دجاجه يا عمي، ما اعطيك دجاجه كامله، لا تطمع، ما يصير، بس نص دجاجه تكفيك، نص باكلها بروحي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لهالدرجه الجوع لحس عقلك يا ولد اخوي؟ لا حول. يا عمي يا عمي كل وانت ساكت، ما زين الكلام على الاكل الله يهديك. اه ايش اكل؟ اللي قدامك تاكل الله يهديك بعد، ايش تاكل بعد؟ ها؟ يا ولدي انا اكل لكن اشوفك انت ما تاكل. بالعكس انا اكل بس انت ما اخذ بالك يا عمي. ها؟ بلا لقمك؟ لا لا اكل اكل. لكن ترى ابي ولد اخوي انا اشوف صحون فاضي ما فيها شيء. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا عمي ايش اللي ضحكك الله يهديك؟ ايش اللي ضحكك يا عم؟ بعدين خلي الشوره بارنال بتنكب عليك. والله حاله من اللي اشوفه يا ولدي من اللي اشوفه. ما دام تشوفها كل وانت ساكت يلا. خبرني يعني ايش اكل الحين وما اشوف قدامي غير صحون فاضي ما فيها شيء. ترى الله يسلمك يا عمي امس حسيت بدوخه في الراس شويه. ها رحت للطبيب والطبيب اعطاني دواء وقال لي لازم تاخذ هالدواء بعد الاكل. فقلت لازم انا اتبع ارشادات الطبيب واكل وبعدين اخذ الدواء. يا مثبت العقل يا ربي يا مثبت العقل. زين عندك دواء يريحني من البلاوي اللي انا عايش فيه؟ اي نعم عندي يا عمي. هنا خليت انا. هذا تفضل يا عمي. تاخذ حبه باكر الصبح وحبه قبل لا تنام وبحبه بعد النوم وحبه بعد ما تتعشى وحبه الحين وحبه لما تشرب الشوربه وتوكل على الله. يا مثبت العقل يا رب. لا قلنا الولد قل يعني ما يصير اروح هناك احصل ميانين اي هني احصل مينون ثاني غيرهم. ارحمني يا رب ارحمني. يا سلمان لا تحاول تتصل فيني هنا، انت ما وراك الا المشاكل. ايش تبغى اعيد نفس السالفة؟ لا انا تعلمت خلاص درس. يلا زين مع السلامة الحين ولا تحاول تتصل فيني مرة ثانية هنا. عايدة عايدة جاك الموت يا تارك الصلاة. من عايدة هذه؟ من موزة؟ من عايدة هذه ابو قاس تكلمها؟ رجعت تلعب ذيلك مره ثانيه ولا ايش؟ وقاعد تكلم العروس تنقطع لسان ان شاء الله. يا الله تنقطع نصين ان شاء الله. قول امين. من اللي هذا ابو قاس تكلمها؟ لا هو الله يسلمك يا موسى يعني الاخ مهران اقصد الاخ سعفان يعني اقصد عبدان في المستشفى وانا اطمن على صحته. هيك ذاك حق ليش بالله عليك يوم شفتني صكيت التلفون؟ خفت يا موزة لا تسيئي الظن يعني وتقولي اني يعني بس الله يضربك يا سلمان ونوم هي عقب سمع عايدة بعدها. شوفي كيف انت شوفي الله يعني. اسماء تتشابه. شوف انت اسماء تتشابه. اسمعني يا سلمان اسم عايدو هذا مرة ثانية تنساه تمحامل بالك نهائي. من عايدة هذا الله؟ من هذه عايدة اللي ما خافش من الليل نسيتها؟ من غير لا لف ولا دوران عرفت انك زينة. كيف موز انتي ما تثقي فيه يعني؟ لا لا حبيبي كيف ما ثق فيك؟ انا ما ثق في العالم كله وثق فيك انت. يا موزة يا حبيبتي يا عزيزتي انا الموضوع هذا نسيته بتاتا.
زين اسمعني، ما ابغى اطلع حسي قدام الموظفين وخليك مضحكه قدامهم. المهم وما عندي وقت لهذا الكلام الفاضي. المهم يا حرمنا المصون، ايش هذه الخطوه العزيزه؟ ما تعرف؟ اشتقت لك. تبغى تعرف السالفه؟ تعال وراي، تعال. هذه الامور كلها ملخبطه في الارشيف. هذا سلمان من جل الارشيف لخبط كل شيء، لا هناك نافع ولا هني نافع. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا مدام. اهلا وسهلا، تفضلي استريحي استريحي. كيف حالك جمعه؟ الحمد لله مدام. انت ليش جايبتي الارشيف؟ ما شايفه هذا الموظف المهمل الكسول موجود هنا؟ شوف كانك ما عارف تمشين ولا الاستاذ معاك. يلا هذا قدرك مدام. اخ جمعه. نعم. سلمان زوجي. اي نعم صحيح، اي نعم نعم صح. سلمان؟ نعم. ليش نقلت جمعة للأرشيف؟ والله يا مدام اللي أحسن من جمعة كانوا في الأرشيف، ولا نسيتي؟ قصدك أنت يعني أستاذ سلمان؟ جمعة لازم يرجع مكان الأول يوم الأمر الساعة. لا يمكن أبداً، لأني هذا الإنسان ما طيقه ولا أبي أشوف وجهه بعد. مدام بصراحة أنا مرتاح يعني في الشغل، مرتاح. قلت يرجع يعني يرجع وياخذ كل حقوقه بعد. ما في داعي يا مدام، الواحد ما في داعي يسبب له مشاكل ومستغني عنها يعني. هذا زوجي يا مدام خصم علي سنة كاملة بأكملها وما أعرف إيش يسوي ولا إيش أتصرف. عمي صالح لما شافني جن أكل ماشي. إيش هذه أكلة جديدة بعد ولا إيش؟ لا هذه أكلة خاصة ما حد يعرف غيرنا يسويها يعني. أنا قلت جمعة يبقى مكانه يعني يبقى مكانه. وأنا كلامي واحد وما تراجع فيه، يرجع الرجال مكانه يعني يرجع وياخذ كل حقوقه. لا لا، هو خايف إني أسمعه وهو يكلم الأستاذ شعبان، قصدي سلمان. لا 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 لا، جمعة بيرجع يعني يرجع، وإذا ما رجع أنا أرجع غصبا عنه. مبسوط يا جمعة؟ مبسوط يا أستاذ سلمان؟ مبسوط ما تفني؟ أضحك؟ ها؟ بس لو عنك بقول لا. ليش عاد؟ حد يمشي على نفسه كلام حريم بالله عليك. أنت رجال، خذ قرار واحد لو مرة واحدة في حياتك بس. لا لا، كيف أنا أقول كلام وأنت تجي تغيره؟ قلت يرجع يعني يرجع. لا لا لا، جمعة بيرجع، جمعة بيرجع. أنا فكرتك بتنفع، ذلك مربوط بغافة. لا يا بي يا بي يا بي، تو إيش المساسر هذا اللي بينكم أنتو؟ إيش هذا اللي أسمعك الحين والساعة؟ لا ولا قد يرجع يعني يرجع. لا ماشي 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 ماشي، والله رباح أقول ماشي، قصدي ماشي يعني. ودي ودي قطع 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 وارميك في الشارع. بس فالح على الرجال تقطعهم قطع الحريم ما تقدر. إيش قصدك يعني؟ إيش قصدك؟ قصدي يقول المثل تراه الرهوة على المربوطة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك مبروك حبيبي، مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا جماعة، مبروك. ألف الله مبروك. يبارك فيك يا حضرة رئيس القسم. لا هذا كثير يا جماعة. لا شوية. شكرا شكرا. مبروك يا جماعة. الله يبارك فيك يا أنسة، أنا أشكرك جدا يا أنسة نجوى. أنا ما سويت شيء، بس دير بالك تقوم تترخص مرة ثانية ويشوفك، احنا ما صدقنا انك رجعت. لا خلاص، الشغل شغل، لا وقت للضياع. خير؟ مالك يا مدام سهام؟ خير؟ أرجوك يا جماعة خلي سهام في الهم اللي هي فيه. خير؟ غلبو؟ وكيف عرفت؟ الكتاب باين من عنوانه. وبعدين يعني هو متى غلب يعني؟ متى غلب؟ خلاص انا بتجنن، هذا متى بيصير مثل الناس؟ يا بنت الناس احسن ما تحسي فيه ولا تهتمين فيه، خلاص. ايش يا جماعه، انت تبغى يضربني ولا كيف؟ يضربك؟ ايش دراك؟ يمكن لما بسوي مثل ما انت تقول ذيك الساعه ما يلقى غيري انا ابو قدامه يشفي غليله مني. هو بس فالح يغلب الحريم؟ ايش سالفة الجماعة هاليومين هذه؟ وبعدين يا جماعة لو أنا ما اهتميت فيه مين بيهتم فيه؟ هذا مهما كان زوجي. شوفي سمعي كلامي، نفع معاك نفع، ما نفع نشوف له حل ثاني. يعني ايش تريد أنا أسوي؟
يعني يقول لك جلسي وقفي، يقول لك يمين قولي لشمال، وهكذا. هو إذا ما قال شيء. إذا ما قال شيء أنت قولي يا أخي. يا جماعة خلي الحرمة في حالها. يا نجوى بغي أخدمها والله، والله قصدي أخدمها وبس. بس جمعة كيف يعني تقول له يمين شمال جلسي قومي؟ ما فهمت يا أخي. أنت خليك في تعبيراتك، أنت برك بعيد يا أخ. كمل 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 يا جماعة كمل. وبعدين وبعدين إيش يا مدام؟ هذا بالاهتمام فيه يخلي يحس أن هزيمته الدائمة أصبحت مصدر سخرية وعدم اهتمام حتى من أقرب الناس إليه. في الحالة هذه بيحاول يثأر لكرامته ويرجع ثقل زوجته فيه ويغلب. يا ريت يا جماعة تعرف وتقول عليه ذا يستوي. لا بصراحة هذا شيء مجرب يعني. جماعة جماعة ها مدير العام باغنك. باغني أنا؟ هي 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 تو 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 زين قوله جاي جاي جاي. لا 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 قال لي رجلي على رجلك. كيف رجلي على رجلك؟ بعدين كيف أمشي أنا؟ سير أجي سير. يلا حضر يلا سير. سبحان الله هذا الإنسان واقف اللي في البلعوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عارف نفسي إني بنزل الأرشيف عارف. تعرفوا ليش؟ ليش؟ علشان موزة راحت. إي قمع حبيبي قمع عزيزي، أي أرشيف وأي خرابيط الله يديك، أنت معزتك في قلبي. استريح يا قمع، استريح يا صديقي، استريح يا عزيزي. والله يا قمع معزتك هذه ما حد يعلم بيها إلا الله عز وجل. صدق يا قمع. أنا موظف كفو وعبقري ولماع. أنا يا أستاذ إيش تشرب شاي ولا بارد؟ لا بارد، الجو هالأيام حاطرة. والله أنا دايما أحبك تكون مبسوط يعني. لا السالفة فيها شيء أكيد يدبر شيء أكيد. إيش قلت شيء ما كمل شوية؟ لا لا سلامتك سلامتك ما أخذ شيء سلامتك. تصدق يا جمعة يا أخوي تصدق لو ما موزة أصرت أنها ترجع مكانك كنت أنا رجعتك. لا واثق من كلامك أستاذ واثق. يعني يا جمعة يا صديقي يعني أقول يعني يعني أقول أقول يعني 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 إيش أقول أقول يعني يعني ساعد ما أستاذ جماعة ما سألتني إيش بكيت. والله ما أدري يا أستاذ يمكن عندكم صار مصيبة ولا فا ولا شيء. عظم الله لكم الأجر يا أخي. جماعة أنت حبيبي وأنت عزيزي وأنت الكل. أنا يا أستاذ نفضل ذا الموضوع مباشرة أحسن يا أخي. موافق موافق. خير مالها المدى؟ تبي تشوف عايدة؟ طيب يا أخي خليها تشوفها. بتشوف عايدة أنت جنيت؟ يا أخي تبغى تتأكد من ذوق زوجها يعني. يا بو دمك يا أخي. إيش تبغينا أقول لك بس؟ الحل يا جمعة الحل. أيوة قول أنت. يعني تشوف إنه وحدك ذاك كحيانة عجوزة متهتجة تقوم بدور عايدة يعني يعني. عجوزة وكبيرة ومتهتجة. هاي تخليك تتزوج على زوجتك يعني الحلوة اللي ما جميل متهتجة يعني؟ ها؟ زوجتك العاقلة الغافلة المسكينة. ما سألت نفسك ليش؟ قول لك يا ذكي. كيف؟ عامل إنساني وبعدين زوجي صديقي وقبل لا يموت قال لي يعني وصاني عليها مسكينة، فأنا قلت هذه البنت لازم أراعيها ولازم أحافظ عليها. بعدين فكرت في الناس يعني قلت بدل ما الناس يقوموا يتكلموا علينا أتزوجها. بليس بليس. إيش قلت؟ لا أقول يعني سبب معقول يعني معقول. كيف تجيب عايدة يعني؟ أول شيء شيء واحد. الله خبرك ما أقدر يعني. خبرك ما علي خلي الموضوع علي أنا خلي الموضوع علي أنا ما يهمني. وأنا يا جمعة يا عزيزي لا يمكن إني أنسى لك هذا الجميل أبدا. اي بس شيء واحد بعد يا استاذ لازم استلم رواتبك كلها ما استوي اشتغل بالخصامات هاي ما استوي. افا عليك يا جماعه افا بتسلم معاشك وتسلم راتبك وتسلم مكافاتك بعد. لا سلم واستلم جمعه. ماشي جمعه ما جمعه
أنا ما أعطتني حقوق كلها ببلغ الجهات العليا. بعطيك كل حقوقك يا جماعة، لكن يعني بعد ما تخلص هذه السالفة. وليش تربط حقوقي بهذه السالفة؟ ليش؟ علشان تهتم يا جماعة، والحاجة أم الاختراع، وعجوزة في دور عايدة. إيش قلت؟ قلت بجيب لك عجوزة خيبر. Okay.